أخو أحد الضحايا اللي حصلوا في الاعتداء عليهم في اليمين. قل لي شعورك إيه يا بشير، قل لي، كلمني عن أخوك، كلمني عن إيمانك، كلمني انا عن اللي أنت منتظر من ربنا. ما ليش واحد بس. آه يا حبيبي. انا ليا 2 اخوات. آه يا حبيبي اتفضل. 2 ليا، الشهيد بشوي استفانوس كامل والشهيد سمايل استفانوس كامل، اللي انا بتشرف بيهم في وسط العالم. يا حبيبي بشوي وسمايل. بشوي وسمايل. بشوي 25 سنة، سمايل 23 سنة. آه يا حبيبي. دول شرف للمسيحية وشرف ليا، وخلوني ماشي رفع راسي يعني الحمد لله. يا حبيبي عظيم إيمانك. قل لي، كلمني عن إيمانك اللي أنت رافع بيه راسك إزاي؟ خلينا نتعلم منه. دوا وأعطاه لنا داعش أزيد من اللازم، يعني إن هو ما قطعش الفيديو وهم بيصرخوا وبيقولوا يا يسوع. يعني داعش هي اللي زودتني في الإيمان أكتر. يا سلام. هددني. عظيم إيمانك. طالما هو طالما يعمل كده وما قطعش الصوت ان هو اخواتي كانوا بيصرخوا بيقولوا يا يسوع، دي حاجه شرفتني ومشكور عليها داعش وتنظيم داعش كله. عظيم. دي حاجه شرفتني. ايوه. قول لي بقيه العيله عامله ايه النهارده؟ صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس لما تبارك لبعضها مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها. على استشهاد الكم العظيم ده من بلدنا، وفي كيف اتشرف بيهم. طيب عايز احساسك تقوله لي لما حصلت الضربة الجوية على داعش في ليبيا وشفت مناظر الناس، قول لي انطباعك ايه يا بشير. بص انا عاوز اقول لك على حاجة. قول يا حبيبي. احنا من البداية من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجة بتخلينا نحتمل أي حاجات. لك والإنجيل برضو ما قال إيه؟ قال حبوا أعداءكم باركوا ملعنيكم. لكن هي الضربة الجوية اللي عملها دي كانت حق على الدولة إنها ترد لنا جزء من الغليل اللي كان في وسطنا على طول الفترة اللي هم عايشونا فيها بس. لكن هم لو من يوم ما اتاخدوا كانوا استشهدوا احنا ما كناش عايزين حاجه. يا حبيبي اسالك سؤال يا بشير. الفتره بس اللي قعدوا فيها دي هي دي الضربه الجويه بس بتشغلنا لطول الفتره بس. عظيم ايمانك يا بشير. عايز اسالك سؤال بالايمان الحلو ده. اتفضل يا فندم. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا للي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي. بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام اما اقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجه، قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. ايه الجمال. صدقني بالامانه كلام مش اما بقول لك انا، ده كلام من على لسان امي. مصدق يا حبيبي مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه. اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع. اللي هم اشخاص داعش معديين في الشارع وقلت لي طعام يوم اللي ذبح اولادي، بس اقول له ربنا ينور عينك يا ابني اتفضل يا رب تعالى اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوة دي ممكن تطلب لنا طلبة من ربنا تصلي لأجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعنيهم يدخل يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبوا من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. امين يا حبيبي امين. شكرا يا بشير شكرا. The hour is coming when whoever kills you will think he's offering service to God. Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. You may be considered worthy of the kingdom of God
for which you are also suffering. Bless those who persecute you, bless and do not curse them. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?